تخيلوا معايا شخص جالس في الغرفة تاعه ويحب الاستماع إلى الراديو هاوي يعني، وفي حين يستكشف ترددات الراديو يستمع إلى أشخاص يقومون بعملية سطو على البنك لايف على المباشر. بالطبع الشخص هذا اتصل بالشرطة والشرطة قررت الاستماع، وهو علاش ما عرفوش الموقع تاعهم؟ لأن المنطقة هذه فيها عدة بنوك كاين دراهم، وهذا الأمر صعب عليهم القبض على هذه العصابة. ولكن الأمر اللي أصعب من ذلك هو الأمر اللي كانوا يسمعوه من خلال الراديو. قصة اليوم ما هيش قصة سطو فقط، وإنما الناس هادو لما قاموا بعملية السطو هذه وجدوا أمور لم تكن في حسبانهم، أمر اللي لقاوه القيمة تاعه priceless، يعني لا تقدر بثمن بالنسبة لهم. يلا نتابعوا القصة. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. انا شفت بلي المره اللي فاتت كانت عجبتكم نوعا ما القصه تاع السطو والروبرتس، مش على بالي بلي تبغوه. نتمنى ما تكونوا جدرتوا حاجه كيما هاك، لانه نحكوا فقط قصص باش نتفادوا مع بعضنا بعض، ياك تفهمين. وقبل ما نبدو الفيديو، انستغرام واليوتيوب هادو انا باغي نطلعوهم ان شاء الله، ان شاء الله نشوفوا كيفاش نديروا. اذا عاونتونا اذا دعمتونا ايوا يلا نبدو القصه تاعنا. العام 1970، الشخص أنثوني غافن، 38 سنة، مصور فوتوغرافي من شمال لندن. الشخص هذا بدأ في تخطيط لعملية سطو على بنك لويدز. يقع البنك هذا في مدينة وستمنستر بلندن، يعني المدينة هذه فيها عدة بنوك، فلماذا اختار هذا الشخص هذا البنك بالذات؟ هذا الأمر سيكون واضح لاحقا. المهم غافن هذا عين شخص يدعى ريك تاكر باش يروح يفتح حساب على هذا البنك ب 500 باوند. لماذا هذا الشخص بالتحديد؟ لأنه الإنسان هذا ما عندهش سجل جنائي، وبالتالي باش يتبعه. وبعد شهرين من فتح الحساب عاود فتح او استأجر صندوق الامانات، وزار البنك او بالتحديد الصندوق هذا 13 مرة على مرور شهرين. لماذا؟ هنا الخطة ما راهيش باش يزور الصندوق تاعه او حتى لفتح الحساب، وانما لكي يعتاد الحراس على مروره وبالتالي يلتحوا له ويعرفوا بلي هذا زبون عندهم. ولكن المهمة السرية اللي كان عاطيها له غافن هي استكشاف المكان، وبمجرد ان يكون تاكر بمفرده يقوم بقياس الغرفة. باش يقيس الغرفة هذه يستعمل الذراعين تاعه ويستعمل مظلة اللي كان يجيبها معه. راكم عارفين الحال كي داير في لندن. توماس ستيفنز شخص آخر عينه غافن باش يقوم بعملية أخرى أو مهمة أخرى. المهمة هذه كانت في اقتناء أدوات خاصة لواش؟ للحفر. حفر واش؟ ما تقلقوش. ومن بين الأدوات والمعدات أداة واحدة مهمة جدا في العملية اسمها الرمح الحراري ثيرمولانس. شخص آخر قام بتعيينه غافن وهو بوبي ميلز. بوبي ميلز مهمته هي لوك أوت، يعني هو اللي يبقى في الخارج فوق السطح تاع العمارة لي بجانب البنك باش يشوف يعني لي يجي لي يروح. وفي ماي من عام 1971، يعني بعد سنة من التخطيط، غافن توجه إلى شخص يدعى بنجامين وولف. شخص هذا كان أيضا في عصابات الإجرام وبالتالي يسهل التفاهم معه. علاش راحوا عنده ولا علاش راحوا للمحل اللي كان اشتراه ب 10,000 باوند؟ لأنه خطة غافن اللي كانت مستوحاة من قصة من قصص شارلوك هولمز هي أنه يذهب إلى مكان ويحفر من هذاك كان وصولا الى قبو البنك، والوجهه تاعهم كانت محل ساك اللي كان يمتلكه في ذاك الوقت بنجامين وولف. الان المعدات راهي جاهزه، الرمح الحراري راه جاهز، وتبدا عمليه الحفر من محل ساك وصولا الى بنك لوس. فارجو كاينه حاجه رانا ناسينها، ما كانش انظمه انذار ذاك الوقت ولا كيفاش؟ كانوا كاينين بالطبع، ولكن توقيت عمليه السطو لم يكن عبثا، كان جايتهم معلومه بانه انظمه الانذار تم توقيفها. علاش؟ لأنه كانت كاينة أعمال طرق بجانب البنك، وبالتالي الإنذار كان ساعة ساعة ينطلق، لازم لهم يوقفوه لعدة أسابيع، والوقت هذا كان كافي لقيام بعملية السطو. طيب فهمتوا؟ عملية الحفر كانت سهلة جدا، فقط كان عليهم أنه يحفروا يلايموا هذاك التراب ويدوه المحل ساق ويرموه من الخلف. ولكن وصلوا لوحد النقطة وين وجدوا بئر اللي كان أسفلهم،
فالبئر هذاك كان نقطة جيدة وسيئة. جيدة لأن البئر هذاك غادي يساعدهم باش يوصلوا إلى الفولت بدون حفر، ولكن النقطة السلبية أنه لما يوصلوا تحت الخزنة لازم لهم يحفروا الأرضية تاع الخزنة اللي كان السمك تاعها كبير جدا، وهنا وين غادي يجي الأداة المهمة جدا، الرمح الحراري thermal lens. ولكن حتى الرمح الحراري ما قدرش يقضي لهم المهمة، فلجأوا إلى بعض القنابل اللي كان وضعوها في الجنب باش تقدر تهود هذيك الأرضية، وبالتالي نجحوا في المهمة. والآن في يوم جمعة 10 سبتمبر بالتحديد وصلوا إلى الخزنة وقاموا بحفرها. واليومين اللي راهم جايين هما أهم يومين في المهمة، لأنه هادوما اليومين اللي غادي يقوموا بهم بعملية السطو. راكم عارفين السبت والأحد ما كاش اللي يخدم فيهم، وبالتالي الويكند هذاك غادي يكون يساعدهم يعني ويوفر لهم وقت كبير. بوبي ميلز هو اللي قلت لكم كان اللوك أوت وكمل في المهمة تاعه وراح بجانب البنك، وهنا وين لقبت عصابة تدعى بعصابة الووكي توكي. علاش؟ لأنه العصابة هذه كان عندها راديو باش تتواصل مع بوبي ميلز The Lookout. وفي يوم 11 سبتمبر يعني اليوم المقبل، روبرت رولاند الإنسان هذا كان جالس في الغرفة تاعه يستمع إلى إشارات الراديو، وعن طريق الخطأ التقط تردد العصابة وبدأ يستمع إلى المحادثات اللي بيناته. واو مامي. وبعد وقت قصير جدا من الاستماع عرف باللي كاين عملية سطو راهم يقوموا بها على المباشر، وهو راه يقوم بالاستماع واندهش. وبعد وقت قصير جدا اكتشف انه هذه عملية سطو راهم يقوموا بها الان، فلازم له يتصل بالشرطة بالطبع. ولكن الشرطة في البداية حسبتها راه يضحك عليهم، حتى انه ضابط الشرطة ظن انها هذه مسحة وقال لها يعني اذا كانوا هادو عصابة راهم يقوموا بعملية الان فرسلناها كالتسجيل. هو فعلا قام بهذاك التسجيل وبعتها للشرطة، وهنا الشرطة عرفوا باللي الانسان هذا لم يكن يمزح وانما الامر حقيقة، بعض الاشخاص يقومون بعملية السطو. وتماك توجهوا الى شقة هذا الشخص للاستماع الى المحادثات اللي كانت ما بين اللوك اوت والعصابة. هنا المهمة تاع الشرطة انهم يعرفوا اي بنك راهم يقومون بعملية السطو، علما كما قلنا في البداية انه يوجد عدة بنوك بهذه المنطقة وبالتالي يصعب تحديد مكانهم بالضبط. في حين استماعه لاحظوا بلي يوجد عدة اصوات بالطبع هذه عصابة، ولكن صوت واحد للفت النظر تاعهم، صوت فتاة. ايوا الفتاة هذه الشراهي يدير معاهم لاحقا دوكنا عارفوا ان شاء الله. صوت الفتاة كان حاضر لسبب واحد، وهو ان بوبي ميلز لم يكن متفاهما مع العصابة. العصابة ارادت ان تأخذ استراحة 10 دقائق، حسبوا روح عمرهم في المدرسة، وبوبي ميلز قال لهم انا في السطح في السقف البرد راه كاتلني جماعة الخير لازمكم تكملوا بسرعة. وهنا وين دخل الصوت الحنين لكي يقنع الطرفين، يعني جماعة ما جاياش تكملوا دروك لازمنا نكملوا، وبوبي انت تاني صبر معنا شوية. وهنا تهدأ النفوس. طيب فهمت الوظيفة تحش. 12 سبتمبر يوم الأحد، العملية على وشك الانتهاء. شخص يعمل في مطعم بجوار البنك سمع بعض الأصوات اللي كانت آتية من البنك. لما راح للبنك باش يتفقد الأمر عبر الزجاج لم يجد شيئا، ولكن رولانز الإنسان اللي كان يستمع مع الشرطة على المكالمات والمحادثات اللي كانت بينتهم سمع شخص يقول لبوبي The Lookout Would you like to change to the other channel? Over. رولانز والشرطة اعتقدوا أن هذا كود لانتهاء عملية السطو، والشرطة عليهم بالإسراع لاكتشاف من هو البنك المستهدف. جماعة الخير في المنطقة هذيك على مدار 13 كيلومتر كاين 750 بنك، أكم تتخيلوا 750 بنك في هذيك المنطقة في عام 1971 مامي. فهنا المهمة راهي صعبة جدا على الشرطة، لأن الشرطة لازم لهم يتحقوا من 750 بنك. وات؟ وباش يديروا هكذا اتصلوا برجال الشرطة واتصلوا ايضا برجال الاطفاء باش كل واحد فيهم يروح البنك ويعينه. وفي الساعة 33 ظهرا وصلوا الى بنك لويدز، وكانوا جايبين معهم يعني مدير البنك هذا باش يفتح لهم ويروحوا الخزنة ويتحقوا. ولكن كي دخلوا البنك ما لقوا والو. وصولا الى الخزنة شافوا الباب تاع الخزنة وباب تاع القبو عادي جدا ما كان والو، على بالهمش باللي الناس هادو كانوا حفروا نفق باش يوصلوا لداخل القبو، والمفتاح باش يحلوا باب القبو ما كانش عند المدير وانما كان عند الشخص اللي ما يجيش حتى اليوم الاثنين يعني حتى اليوم المقبل. هنا وين عندهم الوقت باش يهربوا. نعود الى العصابه اللي تمكنت من تفريغ 268
60 صندوق من أصل ممكن 400 صندوق. المفاجأة الآن يا جماعة الخير واللي ما كنتوش منتظرينها أنه ما وجدوا في الصناديق هو الأمر المحير، وهو القصة اللي داروا عليها فين يدعى بذا بانك جوب اللي داره جيسون ستيتم، خرج في 2008. اللي متفرجاش نصحه باش يتفرج. والمفاجأة الآن أنه في صندوق من الصناديق اللي فتحوها وجدوا صورة تعود إلى الأميرة مارغريت أخت ملكة بريطانيا. واو، الصور شي كانوا فيها؟ الصور هذه بين قوسين كانت صور خاصة بينها وبين جون بنتين، هذا الشخص اللي كان في العالم الإجرامي وكان ممثل وكاع، ولكن كان في العالم الإجرامي. من المفروض أن يعطيتكم نوعا ما المحتوى تاع هذيك الصور. هنا المفهوم تاع السطو تاع العملية غادي يتبدل عندنا جماعة الخير. علاش بدات البنك هذاك هو اللي تم السطو عليه؟ أنا ونطرح السؤال هذا ياك جماعة. أول سؤال، من قام بالتقاط هذه الصور ولماذا وضعت في البنك؟ ماشي غافين فوتوغرافر، غافين غادي تكتشفوا باللي الإنسان هذاك ما راح حاك فيها والو. مايكل اكس، ماشي مالكوم اكس، مايكل اكس. الانسان هذا كان فاحش الفساد، الانسان هذا كان فاسد باشد معنى الكلمه، وكان في عالم الاجرام. في عالم الاجرام لازم لك حمايه، والحمايه تاعه هو خطط لها جدا، قام بالتقاط هذوك الصور وخبأها وقام بوضعها في البنك. لماذا؟ لانه بهذه الطريقه راه عنده وسيله باش يحمي نفسه، واذا صرا لها اي امر ما يدخلش للسجن، وبالتالي كاين اللي يحمي العائله الملكيه. دروك خرجنا كاع مع عملية السطو ودخلنا في عالم آخر، موضوع آخر، ولكن الموضوع هذا عنده علاقة بعملية راكم تشوفوا. المهم يقولوا بلي العصابة هذه أخذت ما بين 1 مليون إلى 3 مليون باوند، يعني قرابة 40 ولا 50 مليون باوند الآن. وفي أكتوبر من عام 1971، يعني من نفس العام، تم القبض على كل من وولف صاحب محل لوساك اللي كان عندها أكثر من 60 سنة في عمره، ما بقالاش هذا، غافين ريك تاكر وتوماس ستيفنز. كل واحد فيهم أخذ 12 سنة سجن، ما عاد وولف لأنه إنسان هذا كان كبير، وبالتالي أعطاه غير 10 سنوات بزاف عليه. بالنسبة للمرأة اللي كانت معهم لم يتم القبض عليها ولم يتم التعرف عليها. كيفاش هذي؟ كيفاش هذي؟ احنا ما نفهموش ولا كيفاش؟ حتى أنه الحكومة تاعهم أصدرت مذكرة لفرض الرقابة على الصحافة. المذكرة هذه اسمها دي نوتس، يعني في هذاك الوقت الصحافة ولا أي كان ما يقدرش يتكلم على الموضوع ولا يدير عليه مقال. فاهمين أنا نتكلم على الصور بالذات، ولهذا لم يتم أي عمل سينمائي أو في التلفزة على هذا الموضوع حتى العام 2008. ولهذا بالذات أيضا الفيلم اللي داروه يتكلم بالتحديد على الصور وما علاقتها مع العملية هذه. ومايكل أكس من وراء هذه العملية تم محاكمته وإعدامه، وهذا يعد أكبر دليل بأن الصور كانت حقيقية. علاش تحرق المنزل تاعه؟ للتأكد من عدم وجود نسخ في هذاك المنزل. علاش تعدمه؟ باش ما يتكلمش بالطبع. يعني راكم تشوفوا معايا العصابة هذه تم إغراؤها ب 268 صندوق فقط باش يوصلوا لصندوق واحد اللي كان همهم الوحيد، والمرأة اللي كانوا حاطينها ما بين العصابة كان هذه هو المهمة تاعها، إيجاد صندوق واحد فقط. وكانت هذه هي القصة تاعنا الغريبة اللي فيها الغموض بزاف. أنا أعطيتكم رأيي، كل واحد فيكم يعطيني رأيه في التعليقات مع الخير. أيوا زيروا روحكم، إذا يعجبكم هذا الفيديو يعجبكم هذا يعجبكم هذا، وإذا يعجبكم هذا زوج ديونا سبسكرايب هنايا. نشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله.